شكرا للحضور ديالكم معنا اليوم. انا هنا بصفتي فتاه منحدره من دوار، بمعنى فتاه قرويه 100%، من ام قرويه واب قروي. اليوم انا جيت كنحتفل معكم باليوم العالمي للنساء، وكنكون كرساله للنساء ديالنا، امهاتنا، اختنا، صديقات ديالنا، رفيقات ديالنا، اساتذه ديالنا، المدراء ديالنا، كل فتاه، كل امراه، كل زوجه، كل اخت عزيزات علينا. اليوم عندي واحد واحد المقال صغير للنساء ديالنا. في اليوم العالمي للمرأة أتقدم باسمي كفاطمة زهراء بن بغداد، ساكنة هذا الدوار، بالكلمات والعبارات والتهاني للمرأة المغربية، وأقف تقديرا وإلالا لأمي وللمرأة المغربية القروية عامة. وإجلالا وللمرأة المغربية القروية عامة، التي عانت في أقصى الظروف وكبدت في مآسي الحياة، وكانت الحياة مدرسة لها، واتخذت من واجباتها وحقوقها المتنازل عنها دروسا لها، بالرغم من أنها لم تنشأ ولم تنحدر إلى دراسة إلى مدرسة أو مؤسسة تثقيفية، وكافأت وقاتلت من أجل أولادها وتجاوزت الحاجات للغير. المرأة القروية المغربية الحرة نموذج للأمومة المنتهك حقوقيا، قدمت كل شيء ولم تنتظر مقابل من أحد. هي تؤمن إلى أشد الإيمان أن الحياة معركة تفرض عليك القتال ويجب أن تقاتل. هي تلك المرأة التي أنجبت رجالا وأبطالا في مختلف الميادين في المجتمع. إذ كنا سنقدم اليوم باقي أيام السنة تحية لامرأة ما، فهي المرأة المغربية والتي لا حدود لها في التألق والتأنق، فهي كل يوم عيدها وكل سنة عيدها وكل ساعة لها. من أجل اليوم أتقدم بأحر التهاني ومن أجل كفاحها ومواجهتها للإكراهات العديدة، والتميز الذي تعرفه المرأة بين المرأة المغربية القروية والمرأة المغربية القاطنة في المدينة. وسأتقدم بذكر أبسط الحقوق التي تنهك للمرأة القروية، وهي عدم التطبيب الجيد، وعدم لجوئها أو دخولها إلى مدارس أو مدارس تثقيفية لما تعرفه من إقصاء اجتماعي الذي يلحقها. اليوم سأقول بأن المرأة رمز لشرف وكفاح وصبر، فإن كان وسام الشرف لا يمنح إلا بالشرف، فلا يوجد أجل وأعظم وأطهر من المرأة المغربية القروية بصفة رسمية في عيدها الأممي فحسب، لكن طيلة السنة وكل ساعة وكل